سنوات من العطاء خرجت خلالها مئات بل آلاف الطلبة، أجيال منهم الطبيب والمهندس والمحامي وجل التخصصات. الأبلة فاطمة سنوسي ومن لا يعرفها ممن درس بمدرسة الزهور التي أعطت أكثر من 34 سنة من عمرها في مجال التعليم، مربية لأجيال لا يمكن أن ينسوها. كل الصغار نقري فيه وكل اللي مقري أبوه واللي أمه واللي قريت الأغلبية صراحة. قولي والله حتى العائلة لما نجي الفصل نجي لما يجي ولي أمر يجي يقول لا هذه يا أبل هذه الأبلة أنا مقريتني. طب من ضمن قلت لك علي صديق عبد الباري قال أنا مقريتني. أم هذاك اليوم حتى هي جت تسر علي قلت لي أبلة اسمها أبلة هنا هنا قلت لي أنت مقريتني. قلت أنا والله نسيت نقري ما شاء الله في اللي يعرفوني وفي اللي ينسوني وفي اللي عام بعد عام يزداد حب هذه المعلمة لمهنتها ويزداد معه حب التلاميذ لها رفقة كوكبة من معلمي الرعيل الأول، وهواجس التقاعد تزيد من إتقانها لعملها، وما يفرح معلما أعطى وقدم أكثر من ترحيب من كانوا يوما ما طلابا في صفه وتراهم ناجحين في مجالات مختلفة. الحمد لله أني قدمت للوطن أجيال بيخدموا الدكتور والضابط والكلهم والمهندسين، يعني حتى واحد لما يشوف كان تلقى واحد دكتور يقول الله الحمد لله خدمت بلادي كونت فيها. صح المرأة تصنع امه تصنع الرجال للوطن، بردري تقدم في اولادها للوطن قدم اولادهم للوطن ناس. ما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة، هذا ما سعت له هذه المعلمة طوال سنين عمرها مقدمة وقتها وجهدها ولم تدخر وقتا لنفسها. فهكذا الأم المعلمة والمربية، وبالإصرار نجحت ونجحت معها الوطن.